جيد. على سنة ورقة على هطلع خلاص صباح الخير يا سيادة المحافظ. احنا مبسوطين جدا بحكاية توطيب العمارات القديمة، لان احنا كنا يعني بصراحة زعلانين جدا. بس العمارات المصرية الجميلة انهارة. اهدى بقى شويه. ايه بقى اللي فوقنا فجاه؟ ايه اللي فوقنا فجاه؟ خلينا نركز في العمارات الاثريه دي. هو القاهره الخلدويه القديمه دي، يعني ايه القاهره الخلدويه؟ القاهره الخلدويه اللي هي العمارات التي انشات في القاهره في الفتره الخلدويه ايام دي، انشات في نفس الوقت اللي انشات فيه عمارات مماثله في باريس. اللي بيروح باريس هيلاقي فيه توأم لكل عماره من اللي موجوده هناك، بالتوأم اللي بيقول لي ده موجود هناك. ده سنة كام يا فندم؟ ده خده في عند 1800، يعني محمد علي عاش من 1840 الفترة بقى من 1860 إلى 1900 1940 في الفترة دي لحد الفترة اللي قبل.